اهلا بحضراتكم من جديد وقبل ما اطلع للفاصل اللي فات كنت بسال الكابتن رمضان السيد على علاقته بالكابتن محمد رمضان لان الكابتن محمد رمضان فتره من الفترات كان موجود في صفوف الفريق والكابتن رمضان السيد كان ضمن الجهاز الفني مع الكابتن انور سلامه. كانت فتره مهمه جدا وتعرفتوا فيها على شخصيه محمد رمضان وجاي من الترسانه. طبعا اكيد. احنا كمان يعني يمكن كان اشتغلنا في ظروف صعبه جدا مم. لان كان ادينا مايكل افريد كان هو اللي ماسك وترتيب الاهلي العاشر اول حاجه يعني فاصل مع الاسماعيلي ده فاكره اربعه اه طبعا آه. اه طبعا فبالتالي هو من اللعيبه ده جاب احرز ثلاث اهداف في المباراه دي هاترك. اه هاتريك اه هاتريك هو كان متميز دايما بضربات هو موص. هو كمان شخصيه مم. لما تيجي تتعامل معاه كلاعب كوره لا شخصيه غير خالص شخصية متزن جدا وملتزم جدا وجدي جدا وبيتمرن بشكل كويس قوي قوي م. وفي نفس الوقت يعني يعني بنتكلم احنا على وسام دلوقتي هو كان من النوعية دي لما بتجيله فرص في داخل ال 18 ما كانش بالسربع وكان بيجيب جوال كتير من كور ثابتة وكور متحركة وكور هيدرز وكان بيلعب ضربة الجزاء بشكل غريب جدا يعني على طول في كل مرة بيلعب ضربة الجزاء بيودد الحارس في حتة وهو بيحطها في حتة كان شخصية هايلة واللي أنا كنت متوقعه إن هو لما يشتغل مدير كورة مشت... الكابتن طارق سليم بعد المباراة الإسماعيلية <applause> على طول في نهاية المباراة قال له محمد هو أعلن اعتزاله وقال له محمد أنت هتمسك مدير كورة طبعاً اشتغل فترة بردك ولا أروع الحقيقة فترة يعني مهمة جداً جداً في تاريخ النادي الأهلي كمدير كورة ولما جه مسك الفترة الأخيرة كمدير رياضي أنا طبعاً متوقع نجاحه بنسبة 100% لأن الله. زي ما قلت لك إن هو ما شاء الله شخصية محترمة جداً جداً جداً